باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الطبيب الحقيقي. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم على موضوع أو مرض، وبرضو زي كل مرض ربنا هدينا الوصفة والروشتة بتاعت علاجه. الأول عايز أقول كمقدمة إن موضوع الحروب الروحية موضوع شغل الآباء كتير. اتكلم عنه واحد اسمه سيوفان الناسك، ده من جبل أسس، عمل 4 كتب ترجمتها كنيسة ماري جرج سبورتنج عن المحاربات الروحية. وقداسة البابا شنودة عمل 2، كتاب عن حروب الشياطين وكتاب عن الحروب الروحية. والحقيقة جالنا سؤال المرة اللي فاتت، انا فاكره بيقول يا ابونا ايه الفرق بين حروب الجسد وحروب النفس وحروب الروح، وهل في فرق بين حروب النفس وحروب الروح؟ وعلشان احنا داخلين على فترة قريبة اللي هي من يوم الحد الجاي هيبقى حظر التجول فيها من 5 العصر، والناس هتقعد في البيوت وقت اطول، والموضوع ده بيربك النفسية شوية وبيتعبها، حتى لو الانسان اساسا مش هيخرج، لكن لما بيحس انه ممنوع انه يخرج دي بتأثر على نفسيته شوية. ومن خلال الاعترافات اللي بالتليفون خلال الشهرين اللي فاتوا من ساعة ما الناس قعدت في البيت والاتصالات الكتيرة قوي، لقيت ان موضوع الحروب الروحية ده بالرغم ان احنا اتكلمنا عنه كتير، والموضوع اللي تحت الحروب الروحية اللي هنتكلم عنه النهاردة اتكلمت عنه معاكم برضو اكتر من مرة، لكن محتاجين نراجعه مع بعض، وخاصة ان ليه علاقة بالقعاد في البيت كتير. بنعمة ربنا تحت عنوان كبير اسمه الحروب الروحية هكلمكم النهاردة عن موضوع اتكلم فيه الاباء كلهم. الموضوع ده اسمه حروب الفكر. اسمه ايه؟ حروب الفكر. ايه هي حروب الفكر؟ ايه مصادرها؟ ايه خطورتها؟ ازاي نقاومها؟ ايه مدى مسؤوليتي قدام الحرب دي، وهل انا مسؤول عنها ولا مش مسؤول لانها بتجيلي وخلاص؟ كل ده هنناقشه النهارده. قبل ما نفرغ ساعة كاملة للأسئلة بتاعت حضراتكم، لان الغرض من البرنامج ده في الحقيقة هو ان احنا نستقبل اي واكبر قدر من الأسئلة، سواء اللي بعتوه على الواتساب الاسبوع اللي فات او سواء اللي هتجيلنا مباشرة بالتليفونات، على اساس كان الغرض من البرنامج ده هو التواصل ما بين الكنيسة والشعب لايف او اونلاين، يعني على اساس ان كنيسة حاسة باولادها في الوقت اللي هم قاعدين فيه في بيوتهم. تعالوا بقى نشوف ايه موضوع حروب الفكر، وايه هي خطورتها، وايه هي مصادرها. لو حبينا نعرف حروب الفكر هنقول ايه؟ حروب الفكر دي الحقيقة هي الحرب اللي بتيجي للانسان وهو قاعد مع نفسه لوحده. بتيجي للإنسان وهو قاعد لوحده مع نفسه. خلي بالكم من دي، لأن دي كي أو مفتاح مهم قوي في العلاج بتاع الحروب دي. يبقى أنا لما ببقى قاعد مع نفسي أنا ممكن تجيلي أفكار حرب. يبقى حروب الفكر هي الحرب اللي بتبقى بيني وبين نفسي، لحد سامعها ولا حد شايفها. طيب ايه بقى خطورة حروب الفكر؟ تعالوا نتكلم على نقطة نقطة. اول حرب او اول خطورة فيها ان لا يوجد انسان في العالم لا يحارب بحروب الفكر. يعني ممكن في وقت من الاوقات حروب الجسد دي ما تكونش معروفة في فترات ما قبل البلوغ الجسدي او في فترات الشيخوخة. ممكن حروب شهوات الاكل، ممكن حروب كتيرة او تكون موجودة في فترات معينة ومع بعض الناس ومرفوعة عن بعض الناس، لكن حروب الفكر دي لا يستثنى منها احد على وجه الخليقة. ابونا بيتحارب بحروب الفكر، المسيح اتحارب بحروب الفكر لما الشيطان في التجربة على الجبل قبله وكلمه، تعتبر حرب من حروب، ليس بالضروري يكون الشيطان ظاهر له، يعني
حروب فكر. يعني في اباء قالوا ان الشيطان كان ظاهر له، في اباء قالوا لا ده كان حروب فكر بس المسيح كشفها ان دي حرب شيطان وده فكر شيطان بيكلمه. المهم مش هي دي الفكرة، الفكرة ان حروب الفكر دي عبارة عن ما فيش انسان ما بيتحاربش بيها. ايه تاني خطر من خطور رب حروب الفكر؟ انها مرهقة جدا 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 للنفس والعقل. يعني في واحد يبقى الصبح قايم من النوم مرهق، فتقول له انت ليه مرهق؟ شكلك ما نمتش كويس، كنت عيان ولا حاجة؟ يقول لك لا، الفكر كان غالبني طول الليل. يعني فكر ورا فكر، حرب ورا حرب، تعب قلق ضيق، عنده حاجات بكرة مخلياه طول الليل بيفكر فيها وقلقان. فأول حاجة إن مفيش إنسان ما بيتحاربش بيها، تاني حاجة إن الحرب دي مرهقة جدا جدا جدا، تالت خطورة من خطورات حروب الفكر، دايما أحفظها للشباب كده أقول لهم لا توجد خطية كبيرة لم تبدأ بفكرة صغيرة، لا توجد خطية كبيرة لم تبدأ بفكرة صغيرة. يعني إيه؟ يعني جريمة قتل هي ابتدت بإيه؟ واحد قال للواحد، همس لواحد بفكرة أو قال للواحد فكرة. جريمة زي جريمة السرقة، واحد قال للواحد وحي كده قال له بقول لك إيه، إحنا هنفضل طول عمرنا كده، ما واحد يعمل له حاجة ولا حاجة كده يقب بيها فوق وش الدنيا، فتبتدي الفكرة تخمر في دماغه، فبعديها بشوية يقول له أنا فكرت وأنا معاك. ياه للدرجة دي؟ آه. جريمة قتل ممكن تتم بفكرة، هديك لغاية فلان دوت امتى هيبقى كده، لا احنا لازم نخلص منه. فخلي بالك ان جرائم الفكر او 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 خطايا الفكر كلها مشكلتها انها ممكن تبتدي فكرة صغيرة وتقلب للجريمة كبيرة، زي ما الناس بتقول في العالم ان معظم النار من صغير الشرر، يعني الشرارة الصغيرة دي بتؤدي الى حريقة غابة كاملة. يبقى الحرب دي لا يستثنى منها احد، اتنين مرهقة جدا، تلاتة او بتبتدي بصغيرة وممكن تقلب جريمة كبيرة، او بنقول مفيش خطية كبيرة ما كانش اساسها فكرة صغيرة. من خطورتها كمان ان الانسان ما بيقدمش عنها توبة. يعني ايه ما بيقدمش عنها توبة؟ علشان ما عملهاش في اوقات. يعني ايه؟ يعني اوقات الواحد لما تطلع من بقه شتيمه والناس تسمعها وتبص كده وتتضايق يحس بغلطته، لكن لو انا شتمت في فكري مش حاسس ان انا غلط، لو انا ادنت في فكري مش حاسس ان انا غلط. وعلشان كده من المشكله الكبيره او في خطايا الفكر ان الناس ما بتقدمش عنها توبه. وبعدين في حاجة أخطر كبيرة قوي قوي، إنها تبتدي ضعيفة وبعدين تتقوى عليك. يعني إيه تبتدي ضعيفة وتتقوى عليك؟ زي بالظبط خلية المرض الخبيث، خلية واحدة بس في وسط مليارات الخلايا اللي في جسمك، تعمل إيه خلية؟ بس الخلية دي بتتقوى وتاكل اللي جنبها وتاكل اللي جنب جنبها وتاكل اللي جنب جنبها لغاية لما تبوظ حياة الإنسان كله وتقضي عليه. فممكن تبتدي صغيرة وتكبر، وممكن تبتدي ضعيفة وتقوى، وممكن تبتدي بفكرة وتتلون يعني تتغير. يعني اوقات الواحد تجيله افكار غيرة عن الخدمة، هقول لكم ازاي بتبتدي وتتلون. انا مثلا بقول ايه، انا نفسي اهتم بخدمة الشباب، وعاوز اعمل اجتماع جديد غير اجتماع الشباب اللي موجود في الكنيسة عشان يلم نوعية معينة من الشباب. تجي على طول فكرة، يا ترى الكهنة هيوافقوا؟ ما الكهنة دول ممكن يوقفوا المراكب السايرة، ويا ترى الخدام بتوع الشباب الحاليين دلوقتي هيساعدوني ولا هيحاربوني؟ يا خبر ابيض، ده فلان وفلان 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 ده ما بيحبونيش، دول هيقفوا ضدي، دول هيحاربوني، وممكن يروح يشتكوا لسيدنا الاسقف، وسيدنا الاسقف يقول بلاش الاجتماع. شايفين قد ايه ابتدت فكره حلوه وتلونت؟ ده انا بتكلم على خلاص الناس، شوفوا الشيطان قلبها جوايا ازاي، وعمل احزاب وتحزبات، وافترض سيناريو ان في ناس هتروح للاسقف والاسقف هيقول لي لا وهتحارب في خدمتي. في ايه بس يا ابونا؟ ايه اللي حصل؟ انا بقى اتضحك عليا،
انها ابتدت قليله وقويت عليا، او ابتدت بلون واحد وتلونت عليا. علشان كده لازم نخلي بالنا من حروب الفكر، لانها لا توجد جريمه كبيره لم تبدا بفكره صغيره. يبقى نخلي بالنا من حروب الفكر قوي قوي قوي. طيب مصادرها ايه بقى؟ بتجيلي ازاي حروب الفكر دي؟ اول مصدر من مصادر حروب الفكر، عشان نكون واقعيين، الشيطان. الشيطان على فكره يا جماعه مش بيظهر للناس زي ما الولاد بتوع مدارس الاحد يعملوه في المسرحيات والسكتشات، ليه قرنين وليه ديل ووش حمر ودان كبيره وملبسينه اسود في اسود. لا 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 لا، الشيطان عنده القدره على الحوار مع الانسان من خلال فكره. يعني الشيطان ممكن بصوره اساسيه يكلم الانسان. يعني مثلا كده ابقى قاعد وفي واحد زعلني وابتدى انا واخد قرار ان انا سامحه، فيجي لي الشيطان يقول لي هتسامحه كده؟ هو المسيح قال كده؟ مش لازم يكون في حسم؟ مش مع الغلطان لازم تقول له انك انت غلطان؟ لا لا ما تسكتش، انت كده الناس هتحس انك انت شخصيه ضعيفه. ده اوقات الواحد يبقى قاعد وهادي جدا، وبعدين يخش عليه واحد يقول له يا فلان انا سايبك من 5 دقايق كنت زي الفل، مال وشك اتغير كده وشكلك متضايق؟ هو الحقيقه اصلا الشيطان استلمني اخر ربع ساعه، يعني انا بقالي ربع ساعه الشيطان بيسوي فيا وبيبهدل فيا وانا بستجيب ليه. عشان كده الشيطان زرع افكار الشك في ادم وحواء، زرع افكار الكبرياء في ادم وحواء. يبقى الشيطان اول مصدر من مصادر حروب الفكر هو الشيطان. والحقيقه كلنا حسينا بكده، ان اوقات الشيطان دخل معانا في حوار وقومنا، لدرجه ان في زوجه كانت بتشتكي لي من زوجها وبتقول لي يا ابونا ده انا كنت قاعده هاديه وبجهز للطبيخ، بطلع من الثلاجه شويه حاجات عشان نعملها، وبعدين قعدت مع نفسي كده بشرب فنجان شاي، بس صدقني يا ابونا الشيطان كان بيشرب في الفنجان اللي قصادي. هي بتقولها بضحك من غير اي سبب، وحياتي حلوه وعلاقتي جميله مع جوزي، وهو الصبح ما وصل الشغل وصبح عليا وانا قاعده في البيت. فجاه كده ابتديت افتكر حاجات، والحاجات دي الاقي في حد بيقومني، ده ما عملش وما عملش وما عملش، عمره. وحصلت خناقه بعد ما رجع، اتاري انا بتملي طول النهار لان مسلمه ودني للشيطان. وبعد كده لما هديت قلت دي وقفه شيطان، لان فعلا الشيطان كان وراها. بس طبعا ده ما يعفيش الانسان، مش معنى ان الشيطان بينفخ في الفحم عشان تولع ان هو المسؤول، لا، انت المسؤول انك ما حاولتش تطفي الفحمه دي، وهنعرف ازاي بعد كده. بس انا بقول لك ان اول مصدر من مصادر حروب الفكر هو الشيطان اللي بيستفرد بيك ويملى دماغك. تاني حاجه، الحواس بتاعتك، ودانك بتسمع ايه طول النهار؟ عينيك بتبص على ايه طول النهار؟ ما النظره تخلق رغبة، والرغبة تخلق شهوة، والشهوة فكرة تحاصر الإنسان لغاية ما يقع في الخطية، زي ما حصل مع داود النبي بالظبط. الحواس مصدر من مصادر حروب الفكر. يعني أنا النهاردة كنت بسمع كلام على أبونا فلان، أنا طول عمري بحب الآباء الكهنة بس رجعت متعكر، وبعدين وأنا قاعد في السرير جالي الشيطان وقال لك إيه؟ الواحد يصدق مين ولا مين؟ قال له طبعا لا، ما احبش اصدق حاجه وحشه عن الكهنه. يقول لك يعني فلان كان بيكذب؟ عايز اقول لك حاجه، انت اللي مش عاوز تصدق انت حر، بس انا عايز اقول لك حاجه، مفيش نار من غير دخان، او مفيش دخان من غير نار. يبقى انت اللي مش عارف، انت اللي طيب. وبص الاقي نفسي بفقد بساطتي، ومعاملتي مع ابويا الكاهن اتغيرت، وابتديت اصدق كلام انا مش عارف مصدره ايه. لكن الحقيقة الانسان لما بيسمع والانسان لما بيشوف بيتأثر، بيتأثر. اقول
لكم حاجة، مثلا واحد شاف واحدة لابسة مثلا لبس ايه مش لائق، بدل ما يشيح عينه ويقول يا رب استر عليا وعليها، يا رب خليها تعرفك وتحبك، يجيله افكار ادانة، فين ابوها ده؟ طب فين جوزها؟ هو خلاص البلد ما فيهاش رجالة؟ في واحد سايب واحدة تلبس كده وما تلبسش كده؟ واخدين بالكم من افكار الادانة؟ بالعكس، والشيطان يقول هي دي الغيرة، هو ده الادب، هو ده الاخلاق، انت فعلا دمك حامي، انت فعلا ما ترضاش بالغلط. لكن الحقيقة انا واقع في خطيط ادانة، علشان بصيت او علشان سمعت. يبقى خلي بالكم ان اول مصدر من مصادر حروب الفكر هو الشيطان نفسه. نمرة اتنين، الحواس بتاعتي. تلاتة، ايه تاني مصدر من مصادر حروب الفكر؟ حاجة اسمها المخزون. يعني ايه المخزون؟ اتاري عندنا هنا في دماغنا قوض من الذاكرة، قوض من الذاكرة، قوض من الذاكرة، حاجات قديمة وحاجات مترصبة. واحدة مش ناسية ان حماتها في يوم فرحها ما جملتش اهلها وجملت اهلها هي، يعني اهل العروسة، ومتضايقة. الموضوع ده اتنسى وبقينا حبايب. اتاري ما اتنساش، اتاري بقى عامل زي الكوباية كده اللي فيها شوية التفل بتوع الشاي نازلين تحت، فاول ما الشيطان يلاقيك فاضي يروح عامل ايه؟ انت مخزن ايه؟ مخزن مشاعر وحشة ناحية ناس كتير، يروح جاب المعلقة بتاعته ومقلب مقلب مقلب، تلاقي كل الماضي طلع. واحد كان بيفكر في حاجات وحشة او اتفرج على مناظر وحشة، الشيطان لقاه فاضي يجيب نفس المعلقة ويقلب عشان يهيج الطفل لفوق. يبقى انا اللي انا خزنته مسؤول عنه، اللي انا حوشته مسؤول عنه. كل اللي بيعمله الشيطان انه يخش عشان يقلب كوباية الشاي ويطلع الطفل لفوق مرة تانية. خلي بالكو ما تضحكش عليكو، خلي بالكو علشان ما تضحكش عليكو. يبقى احنا بنتكلم على بتجيلي الحرب دي منين. فقلنا نمرة واحد الشيطان، اتنين الحواس، تلاتة المخزون، اخر حاجة الفضاء. ما هو الاباء قالوا لنا كده ان العقل الكسلان معمل للشيطان، معمل لكل الحروب الروحية الوحشة. طول ما انت فاضي الحرب بتزيد عليك. جرب كده انك تكون مشغول بحاجات مهمة قوي قوي قوي. يعني تتصوروا واحد يجهز شقته والعمال معطلينه وبيروح يشتري الحاجات وبيروح مش عارف يعمل ايه، وبعدين بيخدم بأمانة وبيحضر الدرس بتاعه، ده غير ان عنده 8 ساعات في اليوم شغل، ده غير ان هو لازم. تلاقي في الفترة اللي الانسان فعلا مشغول فيها في حاجات ايجابية وحاجات حلوة تبقى حرب الافكار ضعيفة. ده هو يا عيني ما بيصدق، بيجرجر في رجليه علشان يخش ينام. وعشان كده انا قلت لكم نختار الموضوع ده للفترة الجاية. ليه؟ لان الفترة الجاية انا هبقى فاضي من 5 العصر او فاضي طول النهار، لان انا حتى باجازة عيد الفطر. فعلشان كده هو احنا قاعدين في بيوتنا، فعلشان احنا فاضيين تلاقي حروب الفكر شغالة. تلاقي الرجل ومراته قاعدين كده في وشهم في وش بعض، تقول له الا قول لي هو احنا السنة اللي قبل اللي فاتت لما صيفنا مع بعض في جمصة، ولا صيفنا في اسكندرية، ولا صيفنا في راس البر، انت ليه ما عزمتش حتى ولو عزومة مراكبية كده على اختي وانت عارف ظروفها صعبة، والست كده كده ما كانتش هتيجي، بس انت كنت اعزم. لا انت 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 جبت الفكرة دي منين؟ ما في فضا في فضا، احنا قاعدين فاضيين من 8 الصبح لغاية 12 بالليل، لو شغلين نفسنا بمزمور، لو شغلين نفسنا بأجبية، لو شغلين نفسنا ببرنامج روحي، لو شغلين نفسنا حتى بحاجة ترفيهية كأسرة بنقضيها مع بعض ماشي، لكن يا اما معزولين كل واحد بالميديا في ايده، يا لابتوب يا تابلت يا موبايل، يا اما قاعدين فاضيين والشيطان قاعد يقلب في طفل الشاي، فالست تمسك في جوزها والراجل يفتكر لمراته حاجات الحقيقة مش المفروض يفتكرها. ايه اللي بنعمله ده وليه كل ده؟ الحقيقة الحقيقة خلي بالك من الفراغ، لان الفراغ من اكثر الامور اللي تزود حروب الفكر عليك. احنا اتكلمنا على خطورتها واتكلمنا على ايه
على مصادرها. يتبقى نقول نقطة تانية، طب ايه هي اكتر انواع حروب الفكر؟ ايه هي اكتر انواع حروب الفكر؟ الحقيقة صورها كتير قوي. ما اي خطية بتيجي في الفكر هي، يعني مثلا على سبيل المثال من اشهر صور حروب الفكر حاجة اسمها الادانة بالفكر. انا قاعد في وسط الناس كده بيقول لي رأيك ايه يا ابونا؟ قلت انا ماليش رأي بعد رأيكم، بس من جوايا قاعد ادين، اقول فلان ده متسرع، وفلان ده مش دارس الموضوع، وفلان ده ايه اللي جابه القعده ده، لما بيفهمش بحاجه خالص، وفلان ده ما اقدرش اقول الكلمه التانيه، بس هقول ده بسيط وعلى نياته. ايه ده؟ ايه ده؟ بدل ما انا قاعد بقى اشارك بايجابيه في الاجتماع، قاعد ابص على الناس وادين عليها. اهو مثلا افكار الادانه دي من حروب الفكر. في كمان حروب فكر مشهوره قوي اسمها احلام اليقظه، بالانجليزي بيسموها الداي دريم. يعني ايه الداي دريم؟ يعني احلام بحلمها وانا مفتح عينيا، دي اسمها احلام اليقظه. فقاعد بقى احلم، يا سلام، يبقى لسه طالب في كليه الشرطه، ويحلم انه بقى لواء ومدير مكتب وزير الداخليه، احلام ببلاش. واحد لسه في 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 في, في تالته ثانوي، بيحلم بقى انه داخل كليه الطب وتخرج، وهيكون دي بقى تصور مختلف في الطب، وهيروح ان شاء الله يخدم في افريقيا الناس الغلابه ويكرس نفسه للفقراء. في ايه يا حبيبي؟ يعني في ايه؟ الحقيقه انت محتاج تهدى، انت محتاج انك انت يعني تفكر في النهارده. لكن احلام في تاني بقى حاجه من احلام اليقظه اسمها احلام العظمه. عارفين يعني احلام العظمه؟ يعني ان انا كبير، ان انا مهم، يعني ابقى ممكن كده اقعد مع نفسي اقول ايه، لو ما كنتش اتجوزت، لو كنت اتربنت ورئيس الدير اكتشف فيا موهبه ان انا انفع اكون اسقف وبقيت اسقف، يا طب اسقف ليه؟ وترشحت وبقيت بطرك، يا بطريرك القديس بطريرك الاسكندرية والكرازة المرقصية وسائر افريقيا للاقباط الارثوذكس، يا ترى كنت اختار اسم ايه؟ مفيش بطرك قريب كان اسمه في ايه؟ يا ابونا ارفع التليفون وافتقد اتنين من شعبك، مالك يا ابونا قاعد تحلم احلام يقظه كده؟ انا بس بكشف لكم ولو بصوره كوميديه ان احلام اليقظه دي مفتوحه قوي. من احلام اليقظه برضو تعظم المعيشه، يا سلام لو الواحد عنده فيلا فيها حمام سباحه او عنده عربيه مش عارف مين، يا اخي ما تشكر ربنا على اللي انت فيه. او واحد في الفلاحين يقول لك يا سلام لو الواحد بس اشترى القيراط اللي جنبه ووسع البيت، يا سلام، ويحلم ان قيراط، شوف القيراط بقى كم سهم والسهم كم متر، فده واشترى قيراط ده، يا سلام، ده القيراط ده يعمل ايه ويطلع بيت شكله ايه ده، ويسكن بقى عياله، والواد الكبير ده يبقى جنبي على طول، لان ده في ايه، احلام يقظه وتعظم معيشه. كل دي صور من الصور الايه، حروب الفكر. طب احنا لينا مسؤولية، يعني احنا اوقات مسؤولين الحقيقة، مسؤولين، مسؤولين عن ايه؟ هقول لكم، مسؤولين ان احنا بنقبلها، مسؤولين ان احنا فاضيين، مسؤولين ان احنا ما بنحسمش معاها. هو المفروض ان بقى نشوف العلاج بتاعها، فاسمحوا لي بعد الكم الكبير اللي احنا اخدناه ده هناخد فاصل صغير دقيقة ونص ونكمل الموضوع بتاعنا الروحي، وبعدين فاصل دقيقة تاني والحلقة كلها تبقى الأسئلة بتاعت حضراتكم. اسمحوا لنا نطلع فاصل صغير.
لصليب نزل إلى الجحيم ورد ابن آدم وبنيه إلى والابن والروح القدس الله الواحد امين. كل بعد الكلام النظري اللي اتكلمناه على حروب الفكر ايه مصادرها وليه بتيجي وانا مسؤول اي حاجه لاي مدى، كل ده حلو قوي، بس الاهم دايما اعمل ايه، لان زي ما قلت لحضراتكم في الاول ان مفيش حد فينا ما بيتحاربش بحروب الفكر، يبقى لازم هعمل حاجه عليا حاجه. هناخد روشتة سريعة كده من 5-6 أدوية. أول حاجة الوقاية خير من العلاج. يعني إيه الوقاية خير من العلاج؟ مش إحنا قلنا إن من أسباب حروب الفكر الحواس؟ طول ما أنا ماشي كده أقول يا رب بابا حصينا لشفتي، بابا حصينا لعيني، بابا حصينا لأذني، اديني يا رب التدقيق، مش كل كلام اسمعه ولا كل منظر أقدر أبص عليه ولا كل اي حاجة اقدر اسمعها، انا يا رب لا عاوز اسمع ولا عاوز اشوف ولا عاوز اتكلم كلام بطال. فارجوك يا ربنا يسوع المسيح حط هذا الباب بختم الميرون على عيني وعلى بقي وعلى وداني. مش انا اتمسحت بالميرون عشان تقدس سمعي وتقدس عيني ونظري وتقدس فمي، انا محتاج، لان ديت لو مقفولة يبقى انا الحقيقة نجيت كتير قوي من حروب كان ممكن يكون مصدرها الحواس وتتحول لحروب الفكر. يبقى أول حاجة الوقاية خير من العلاج والتدقيق في حروب الفكر. نمرة 2، وقت الفراغ. من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك على قد ما تقدر اشغل نفسك، على قد ما تقدر اشغل نفسك، اشغل نفسك قوي، لانك كل ما هتشغل نفسك انت هتنجو من حاجات كتيرة قوي. ارجوك يا حبيبي اشغل نفسك، اشغل نفسك بجدول مسبق. يعني ايه جدول مسبق؟ يعني اعمل خطة ليومك. احنا كلنا مشكلتنا ان وقت كتير قوي بيضيع مننا بسبب كسلنا وبسبب كلمة كمان شوية. اعمل خطة ليومك، امتى هقعد مع ربنا، امتى هقعد مع الكتاب المقدس، امتى هخطط لحاجة مهمة في حياتي، امتى هذاكر، امتى هراجع، امتى 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 امتى. لكن اسوأ حاجة عندنا كلنا، انا اسف ان انا اقول حتى في وسط الشباب، ان الوقت لا قيمة له. في ناس بتبني نفسها بالوقت، في ناس بتستثمر في الوقت، وفي ناس بتضيع الوقت، فتكون النتيجة ايه؟ يجي الشيطان يلاقيك فاضي قاعد في البيت نايم كده على السرير او على الكرسي بتبحلق في ولا حاجه، فيجي الشيطان يقول لك يعني ممكن اقعد معاك شويه كده ندردش ما دام انت فاضي فاضي. والحقيقه هو مستأذنش، هو بيسحب كرسي ويقعد ويبتدي يتكلم معاك
وانت اللي مديله الفرصه عشان فاضي، لكن في واحد يدي الشيطان مش لاقيه فاضي خالص. وعشان كده في التدبير الرهباني ان ما ينفعش الراهب يقول لك انا هصلي وخلاص، لا، هيجي عليه وقت هيلاقي نفسه مش قادر يصلي لان في قدره وفي طاقه، فهيقعد فاضي. الشيطان بقى مستني شويه دول عشان يضيع له كل اللي صلى بيه. علشان كده على قد ما تقدر اشغل نفسك. يبقى نمره واحد الحواس، ده الوقاية خير من العلاج. اتنين، اشغل وقتك، ما تسيبش دقيقة فاضية. تلاتة، حول كل حرب فكر للصلاة. يعني انا دلوقتي جات لي حرب ادانة لاي حد من عيلتي، جات لي حرب ادانة لاي حد بيخدم معايا، اروح واقف كده قدام ربنا اقول يا رب انا غلبان، يا رب انا مسكين، الموضوع ده حتى لو كان مضايقني وفلان ده غلط سامحه وسامحني يا رب. احنا الاتنين اغلب من الغلب، احنا الاتنين خطاء، احنا الاتنين محتاجين مراحمك، ارجوك يا رب ساعدني، ارجوك يا رب ضلل عليا، ارجوك يا رب التفت الى معونتي. يبقى انا هنا بعمل حاجة، كل فكر بحوله لصلاة. جات لي فكر قلق على ولادي، يا ترى لما يجوا يتجوزوا هعمل ايه؟ التكلفة بقت غالية قوي وانا مش قدها. هقف قدام ربنا واقول له يا رب يا رب اديني من عندك ان انا اقدر اسد على المصاريف اللي جاية. وبعدين هقول لك حاجة يا رب، هو انا لو قلقت دلوقتي في افكار القلق دي هحل مشكلة؟ ما انا عارف ان انا مش هحل مشكلة، مش هم ولادك انت، مش ولادي انا، وانت وعدتنا وقلت انك انت ما بتنساش العصفور وما بتنساش اي حد، انا بقى اعتبرني من العصافير اللي الخمسه منهم بفلسين عشان ما ابقاش منسيا من امام وجهك يا رب. حول مشاعر القلق لصلاه، حول احلام اليقظه لصلاه، حولها لصلاه. واحد يجي له فكر انه انا هبقى اسقف ولا كاهن، لا انا يا رب خاطي، انا مالي ومال الافكار دي، بتضيع وقت يا رب وما بتفيدش بحاجه. شفت انت حولت الفكر لصلاه. احنا قلنا ثلاث حلول، اول حاجه الوقاية انك تقفل حواسك، اتنين وقت فراغك اشغل نفسك فيه على قد ما تقدر، نمرة ثلاثة حول الفكر للصلاة. اربعة افضح الفكر. يعني ايه افضح الفكر؟ يعني لأب اعترافك او لانسان روحاني مؤتمن جنب اب اعترافك زي خادم او خادمة، افضح الفكر قل له انا الفكر مغلبني، انا الفكر بيخليني اقع في الادانة، أرجوك يا ربنا يسوع المسيح علشان خاطر الست العذراء مريم اتحنن عليا، أنا لازم أفضح الفكر ولازم أصلي بسبب الفكر. هفضحه إن أنا أقوله لأبويا الروحي وأطلب معونته وأطلب إرشاده. ده أنا ممكن جدا يعني أنا قلت ثلاث حاجات، افضحه في الصلاة، افضحه لأب اعترافك، افضحه لإنسان روحي. كنت عايز اقول افضحه لاي حد معايا حتى، بس دي يعني محتاجه حكمه، لان انا اخشى ان الانسان يستغل هذا الموقف ضدي. لكن دايما اب الاعتراف سور، لان اللي بيخشه ما بيطلعش، واب الاعتراف الوحيد اللي عاوز خلاص نفسي. والاباء بيقولوا فتح الفكر يضعفه واخفاء الفكر يجعله يتسلط عليك، يعني كل ما بفضح الفكر انا باخد قوه عليه وبكتسب صلاة أبويا الروحي من أجلي. طيب لو أنا خبيت الفكر جوايا هيكبر زي خلية المرض الخبيث ويقضي عليا، لأن قلت لك يبتدي ضعيف وبعدين يقوى عليك. في حاجة كمان احنا قلنا تحويل الفكر للصلاة، فتح الفكر، حاجة كمان اسمها انتهار الفكر. يعني ايه انتهار الفكر؟ زي ما المسيح كده بمنتهى القوة والحسم قال ابعد عني يا شيطان، لأن المسيح كان عارف وشايف ازاي الشيطان بيستغل بطرس عشان يطلب مجد الناس ومجد العالم الحاضر وليس مجد المسيح ولا تدبير خلاصه. فالفكرة اللي قالها بطرس ما كانش بطرس اللي بيقولها، دي الشيطان اللي حطها على لسانه. فعشان كده المسيح كان مميز قوي وانطهر الحرب، قال له ابعد عني يا شيطان، انت تقدر تعمل كده، تقوم ترشم صلي تقول ابعد عني يا شيطان، تقوم تعمل مطاني تقول ابعد عني يا شيطان. انطهار الفكر من الحاجات اللي ممكن تقوي. بس اهم علاج بقى، وده العلاج الاخير قبل ما نبتدي فقرة الاسئلة بتاعتكم، حاجة اسمها
الإحلال والتشبع. يعني إيه الإحلال والتشبع؟ يعني بدخل أفكار حلوة مكان أفكار وحشة. يعني مثلا إيه، عجبني مرة واحد كنت قاعد في البيت عنده، أب كده جميل، كان في خلاف بين أخ وأخوه، فبعدين الأب كده فضل ساكت، شاهد يا بابا شاهد يا بابا شاهد يا بابا شاهد يا بابا، فمرة واحدة كده راح قال لهم، هو الراجل ده تنيح وكان في السماء وكان على صداقة بالبابا كيرلس السادس الله ينح نفسه، فقال لهم عارفين يا أولاد، مش عارف ليه كده افتكرت حكاية عايز أحكيها لكم. يا بابا احنا في ايه؟ احنا بنتكلم على خناقة في بيننا وبين بعض في الشغل. قال لهم معلش، ما انا هنرجع للموضوع اللي انتوا عاوزينه ده، بس عاوز احكي لكم حكاية البابا كيرلس. وابتدى يحكي لهم على حكاية لمشكلة، وازاي البابا كيرلس وقف وصلى، وازاي ربنا هدى الامور. فبعد ما صلى والحكاية كانت شيقة وفيها احداث وفيها شخصيات وشخصيات مهمة، الحقيقة الولاد هديت قوي قوي. وبعدين قالوا طب ما تيجوا نصلي، فقاموا صلوا. بعد ما خلصوا صلاة المشكلة انتهت. حروب الفكر عاملة بالشكل ده، ازاي انت تقدر تقاومها؟ انك انت تحل فكرة مكان فكرة. الراجل عمل ايه؟ عيشهم في حالة تانية، زي ما بيقولوا في مود تاني، يعني نقلهم من المشكلة اللي هم فيها لمشكلة تانية اتحلت بطريق روحاني، فنقل فكرهم. انا كده لما تجيلي حرب ضغطة على مستوى الفكر، اعمل احلال بفكرة الفكرة. يعني اقول ايه، هو الانجيل اللي انا قريته النهاردة كان ايه؟ يا نهار ابيض، ده انا ناسي خالص. المسيح مع المرأة الكنعانية، الست دي يا خبر ابيض على ايمانها، فعلا كانت تستاهل الكلمة اللي قالها المسيح، عظيم هو ايمانك يا امرأة. كم واحد في الانجيل المسيح قال له عظيم؟ قليلين قوي. ده يمكن هي دي الوحيدة اللي قالها عظيم هو ايمانك يا امرأة. الست دي عملت ايه؟ وابتدى اخش فكرة تانية خالص، فكرة تانية خالص خالص. لسه برضو كاهن كان بيقول لي ايه، بيقول لي في واحد قال لي كلام صعب قوي من الشعب، واتهمني ان انا بناول ناس، وانا صدقني يا ابونا ما ناولت ناس. كان بيحكي معايا فبيقول لي انا اتمررت نفسي من كلام هذا الانسان، لانه كان كلام صعب واتهمني فيه ان انا عندي خيار وفقوس وبميز بين شعبي، والكلام ده جرحني قوي كاب كاهن، فلقيت نفسي مهموم. بس عارف يا ابونا انا خرجت الموضوع ده ازاي؟ قلت له ازاي؟ قال لي فكرت في الصيف، ماذا لو استمرت الكورونا؟ هنعمل مؤتمرات الولاد والبنات ازاي في الصيف؟ يا نهار ابيض، ده احنا متأزمين قوي ومتأخرين قوي. طيب نعمل ايه؟ لا، لازم نعمل مؤتمر. طب هنعمل مؤتمر ازاي؟ هنعمله عن طريق الانترنت. طب نسجل العظات؟ طب نسجل دروس الكتاب؟ طب الولاد امتى هيكونوا في البيت؟ طب الولاد امتى هيكونوا بيخرجوا؟ طب الولاد هيكونوا موجودين مش موجودين؟ ابتدى يفكر افكار ايجابية، وابتدى يفكر طب المؤتمر يكون موضوعه ايه؟ حاجة عن الكورونا، ولا حاجة عن الصبر في التجربة، ولا حاجة عن التمسك بالمواعيد الإلهية؟ أول ما ابتدى يفكر كده نسي تماما كل مشاعر الأسى نتيجة الكلام الصعب اللي قالها له واحد من الشعب أو واحد من ولاده. يبقى الإحلال والتشبع بفكرة جديدة بيديني القدرة إن أنا أقدر أخرج وأهرب من حروب الفكر. أنا برضو عندي وعدي إن إحنا عاوزين ندي وقت للأسئلة، فعشان كده اسمحوا لي هنطلع فاصل علشان بس اجهز الاسئله اللي جات لي على الايميل من الواتساب الاسبوع اللي فات، انا منزلها هنا، هبتدي اقراهم سؤال سؤال، وبعد اول خمس اسئله هيبقى كل التليفونات شغاله، بحيث ان اخد خمسه من الاسئله القديمه وخمسه من الاسئله الجديده. نتقابل بعد الفاصل. ده السيد المسيح قال كلمة جميلة جدا،
شلت من يديك ابدا. الكون كله في يديك. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في سؤال متكرر بيجي كتير قوي، هبتدي بيه، وزي ما اتفقنا خمس اسئلة من الاسئلة القديمة، وبعدين نفتح التليفونات ناخد كام تليفون، وبعدين نرجع تاني لو ما فيش تليفونات هرجع للاسئلة اللي موجودة عندنا. سؤال بيقول لي: ازايك يا ابونا، انا دايما بفكر في الانتحار، اليأس دايما بيحاربني، فكر اليأس اني مش قادرة عليه، وده فكر وحش، البيبان كلها مقفولة في وشي، ارجوك صلي لي. وكاتبة اسمها وبتقول: اذكرني في صلواتك، مستنية ردك يوم الجمعة الجاية. بص يا بنتي، انا عايز اقول لك حاجة، ممكن تكون في ظروف صعبة انت بتمر بيها حسستك ان الابواب مقفولة، والشيطان استلمك على مستوى الفكر وابتدى يقول لك انت مالكيش حظ، انت عايشة ليه، انت بختك قليل، وتبقى الظروف بتساعده ان يخليكي تصدقي الفكرة دي. لا، الفكر بتاع ربنا وولاد ربنا مش كده خالص. اليأس ده حاجة مش بتاعتنا، اليأس دي حرب غريبة علينا، ويقولوا عليها الاباء انها اسوأ واخر الحروب. يعني حتى حرب الزنا لما تيجي الانسان يكترها عليه الشيطان عشان يحس بايه، انه مفيش فايدة انه يقدر يبطلها، فيأسه من مراحم ربنا ويأسه من نفسه ومن جهاده. علشان كده لازم يبقى في حد بتتكلمي معاه يا حبيبتي، لازم يكون في حد انت بتتكلمي معاه، لازم. فين اب اعترافك؟ فين الخادمة اللي ربتك؟ لكن لو الافكار دي زادت لا، نخاف عليكي طبعا، لان في لحظة ضعف ممكن الشيطان يخليك تعملي اي حاجة. واحنا هنستنى؟ لا، ارجوكي روحي اتكلمي مع حد علشان يساعدك في الموضوع ده، ما تسيبيش الفكر يكبر جواكي، لان ممكن تبقى نهايته مشكلة كبيرة. في حد بيقول: صلي يا رب يا ابونا من اجلي، لان اهلي بيكرهوني جدا جدا، ومش عارف اعمل ايه، ومش عايزين يورثوني اي شيء، مع العلم ان مفيش غير ان انا واخت فقط، ارجو الصلاة من اجلي. انا مش عارف هم ليه واخدين الموقف ده. يعني اوقات الواحد يكون حاسس بالظلم تجاه قضية، لكن لما نبحثها نكتشف ان قد تكون حكمة الاهل ان عندهم بعد نظر احنا مش عارفينه. فانا سمعت منك اللي يخليني اتعاطف معك انت، بس مين سمع منهم؟ فارجوك يا حبيبي دخل حد كبير في الاسرة يكون مصدر ثقة للاسرة كلها، او دخل اب اعترافك، او دخل اي حد، بحيث ان يبحث الموضوع. لان ممكن جدا يعني مثلا مش عارف اقولها لك ازاي، بس ارجوك استحملني في الكلام، انا ما بقولش ده بالضروري، انا بقول بس زي ما سمعناك لازم نسمع وجهة نظر حد تاني. يعني ممكن يكون انا ملك وعندي 3 اولاد، فالمفروض الولد الكبير يكون هو ولي العهد، بس انا كملك عارف ان ابني الكبير مندفع، ممكن يودي المملكة دي لحروب، وممكن يتعب الاقتصاد بتاع البلد، وحاسس ان ابني التاني حكيم، فانا اخترت الابن التاني يكون ولي العهد، بس بحب الاولاني وبحب التاني وبحب التالت، بس ده موهبته في الادارة وفي الحكم احسن، فالاولاني يحس انه ايه، يحس انه مظلوم. انا اسف، يحس انه مظلوم، وبالتالي لازم حد يسمع من الطرف التاني عشان نكون حقانيين ونشوف بيعملوا كده ليه، لان الطبيعي في الاهل ان ما بيحبوش يظلموا الولاد ولا يفرقوا بينهم. في واحدة بتقول: لما تيجي تجاوب السؤال ده يا ابونا اوعى تقول تفاصيله، قول بس صيدلانية 33 سنة. بص يا بنتي، انا قريت المشكلة بتاعتك كلها بالتفصيل، والحقيقة يعني انا عايز اقولك ان المحنة اللي احنا فيها بتاعة الكورونا، وان الانسان اللي كان المفروض يشوفك ويجي مش قادر يشوفك دلوقتي، الحقيقة دي مش معناها نهاية الدنيا، دي معناها ان في حاجة اسمها سايد افكت. يعني ايه سايد افكت؟ الاعراض الجانبية للمرض.
فمن الاعراض الجانبية للكورونا ان في خطط كتيرة قوي اتغيرت. عايز اقولك ان في خطوبات اتفكت بسبب كورونا. عايز اقولك ان في ازمات اقتصادية بسبب كورونا. عايز اقولك ان في راجل اتداين وساب البيت لانه مش قادر يصرف بسبب كورونا. فاللي احنا فيه ده ظرف مش طبيعي وبيتطلب مننا تضحيات، مش بيتطلب مننا ان احنا نقول يا دي الحظ وجات الحزينة تفرح ما لقيتهاش مطرح. لا، الاسلوب ده اسلوب مش صح قوي. وفي حتة في الايمان قالها القديس بولس في رسالته لأهل روميا: نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. وبالتالي لو انا عندي ايمان ان فعلا كله للخير، مش هبقى مضطرب ولا هبقى منزعج للدرجة دي. ناخد سؤال رابع. سلام يا بونا، انا في توبتي عاوزة اوصل لرضا ربنا، مش عاوزة اغلط وبحاسب نفسي كل دقيقة، ومش عاوزة حد يزعل مني ولا ازعل من حد. نفسي اكون مرضية امام الله على قد ما بقدر، بس ده حسسني بالضعف جدا جدا لدرجة ان دموعي سبقاني على طول في كل شيء. تعبت وضعفت، هل التوبة اتحولت لصغر نفس؟ انا خايفة جدا، دموعي خايفة جدا دموعي وتعبي وصلواتي تكون دون نتيجة عند ربنا، ولو كان ده صغر نفس وخايفة من الموضوع ده خالص. الحقيقة يا بنتي في حاجة غلط. شوفي بقى الغلطة فين. بحاسب نفسي كل دقيقة ومش عاوز حد يزعل مني ولا عاوز حد اغلط في حقه ولا عاوز اغلط. لا الحقيقة ده انت حطيتي نفسك جوه سجن. الرغبات الروحية اللي انت فيها دي رغبات مقدسة جدا وغالية على قلب ربنا، لكن احنا واخدينها ببساطة. يعني انا بحاول ما اغلطش، بس انا عارف كانسان ممكن اغلط، بس قابل نفسي وقابل ضعفي. مش معنى كده موافق عليه ومستبيح، لا، بقدم توبة، بس انا عارف ان انا بشر وعارف ان انا بغلط. لكن حكاية ان انا اساسا مش عايز اغلط ولما اغلط اضطرب الاضطراب ده، الحقيقة ده نوع من انواع السجون النفسية اللي الانسان بيسجن فيها. لان يا بنتي مفيش انسان بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. وبالتالي انا بغلط بس ربنا حنين، انا بغلط بحاول بقدر امكاني، لكن افضل مشدود كده لحسن اغلط لحسن اغلط لحسن اغلط لحسن اغلط. يا انا غلطت، يا مفيش فايده بيا، طب يا ربي دموعي دي يعني ما بتشفعش ليك انك انت تمنعني من الغلط. لا، هنغلط لغايه لما نموت، والمسيح هيسامحنا لغايه لما نموت طول ما احنا رافضين الخطيه ومش مستبيحين. هو امتى الموضوع بيبقى غلط؟ لما الانسان يبقى مستبيح. لكن طول ما انت بتحب ربنا وعاوزه تتوبي، لا هتبقي زي الفل. فبلاش حتة السجن اللي انت ساجنه نفسك فيه. بتسعي انك ترضي ربنا، وطبقا للي انت كاتباه انا واثق ان ربنا بيحبك قوي وراضي عليك قوي، بس انت الحقيقة في حتة نفسية مش متظبطة في الموضوع، هي دي اللي هتجيب لك صغر النفس وفقد الرجاء مع الوقت. ارجوك يا بنتي لا، دي زيادة شوية، محتاجة ابونا يظبطها معاك. سؤال الخامس بيقول: صلي يا ابونا من اجل زوجي، بيحلم احلام مفزعه كتير بالليالي، بيحلم بكلاب وتعابين واشخاص بتضربه، مع انه انسان بيصلي وقلبه متعلق بربنا وحاطين الاجبيه تحت راسه والانجيل مفتوح وبنقرا فيه، وبساله انت خايف من حاجه؟ بيرد يقول لي لا، وبرشم عليه الصليب كتير وهو نايم، ورغم قراءه المزامير والانجيل الموضوع مستمر معاه. ما تفكرش في الموضوع ده، كل ما نفكر هيزيد. بس انا وانا بقرا السؤال ده فتكرت حاله حصلت مقاربه كده. في يوم من الايام كان عندي واحد بيقول لي كده، انا ما كنتش مهتم، فابتدى يقول لي كل مره في اعتراف وما كنتش مهتم. وبعدين جات لي فكره، اتصلت باحد الدكاتره النفسيين وده خادم معانا في الكنيسه، فقلت له: دكتور فلان، لو انا عندي ولد من ولادي بيحصل معاه واحد اتنين تلاته تعمل ايه؟ فقال لي اساله اسئله كده: بعد الساعه 5 العصر بيشرب شاي؟ قلت له اه. قال لي الولد، قال لي اه. قال له بيشرب نسكافيه او قهوه؟ قلت له اه. قال لي طيب بعد 5 العصر لغايه لما ينام ويستحسن من بعد الغداء
كل المشاريب اللي لها تأثير على الجهاز العصبي ياريت يبطلها تماما، لان المشاريب دي بيبقى لها تأثير على الجهاز العصبي اثناء نوم الانسان. الولد ده كان متعود انه يشرب قهوة من الساعة 5 ويشرب شاي الساعة 7 مع البيت في البلكونة وإلى آخره. في الأول كان صعب انه يبطل الموضوع ده، بس الحقيقة هو جه وقال لي أنا بعد 10 أيام من تبطيلي للشاي والقهوة بعد الظهر أنا بقيت أنام نوم بسلام. فأنا بقول النصيحة دي مش بالضروري تكون دي الحل بتاعكو، بس لو هو بيشرب قهوة أو بيشرب شاي كتير بالليل أرجوكم يبطل خالص من 5-6 العصر زي ما نصيحة الدكتور دي، لأنها جابت علاج مع حد. برضو مش بقول بالضروري إن الحالة دي تكون بتاعت الحالة دي، بس مش عارف مدام ربنا فكرني بيها فقلت إيه لعل ربنا شايف إن دي أحد الحلول. فيهدى وما يفكرش كتير وينام، وكل ما يتجاهل الموضوع هيعدي، لكن طول ما بيفكر هيزيد شوية، يتناول ويكمل صلاة، حتى لو اعتبرنا دي حرب، حرب بسيطة وهتعدي ما تقلقيش بالك. ألو، معانا مايكل. السلام أكسبون قبل آجي الطهرة أكسبون. أهلا بيك يا مايكل يا حبيبي. ربنا يخلي قدسك يا رب، ناخد بركة نكلم قدسك يا أكسبون. اتفضل يا حبيبي اسأل سؤالك. أنا كان عندي سؤال بس في سفر أرميا النبي، كان أرميا النبي بيقول لربنا لماذا يا رب تنجح طرق الأشرار؟ اطمأن الغادرين غدرا. هو هل ربنا ممكن ينجح طرق الاشرار فعلا زي ما كان ارميا النبي بيقول له؟ بس يا ابي خدت بالك انا كلمت قدسك يعني. طب يا حبيبي بص يا مايكل، هو بس في حته في التشكيل بتاعت الكلمه، هي مش اسمها لماذا تنجح طرق او طريق الاشرار، تنجح يعني الله ينجح هذا الطريق، التشكيل بتاعها مش كده. لماذا تنجح طرق الاشرار؟ يعني ليه الشرير طريقه بينجح؟ طبعا اوقات الشر بينجح، في مكيدة وفي مؤامرة وفي تحايل، واساسا ان احنا في العالم دوت تحت قبضة رئيس سلاطين الهواء، اللي هي حروبنا مش مع حروب جزدانيين بنشوفهم، دي حروب مع مملكة الظلمة ومخلوقات كانت اساسها روحانية، ففي حروب وفي ظلم في العالم. طبعا مين قال ان مفيش ظلم في العالم؟ لا، في ظلم وفي مش، لكن مش لماذا تنجح، هو بيقول كده ليه بتنجح طرق الاشرار، ليه الشرير مطمن كده ومركون على فلوسه ومركون على علاقاته؟ بس ثق يا حبيبي، دي كل دي كلها زي عشب كده يظهر قليلا ثم يزول مع حرارة عدل الله. فاطمن، ربنا موجود وضابط الكل وفوق العالي عالي والاعلى فوقهما، فاطمن خالص ان يعني دي ما تقلقكش. معانا فيكتوريا، اتفضلي يا فيكتوريا. مساء الخير يا أتسابون. اهلا بيكي يا بنتي. الحروب اللي قدسك اتكلمت عليها وانا ابدلها وانا قاعدة في اوقات فراغي وتيجي الاذكار ديت، لا انا مش بتحارب في الوقت الفراغ عشان انا شغلة كتير، انا الحروب دي بتجيني وانا بصلي وانا بسمع قداس، الاقي نفسي سرحت وبفكر في حاجة تانية وحاجات يعني ملهاش لازمة وهايفة، اجي اصلي باكر الغروب اي وقت من اوقات الصلاة الاقي نفسي يعني عديت الصلاة وسرحت وبطلت خالص اتكلم واصلي، فدي حتة تعبانة جدا وقت الصلاة يعني عايز اصلي بس مش عارفة. فهمت يا بنتي، دي اسمها الحروب دي يا فيكتوريا او يا استاذه فيكتوريا اسمها طياشه الفكر. يعني ايه طياشه؟ وعشان اطمنك الاباء القديسين كتبوا فيها، يعني الاباء القديسين اتحاربوا بطياشه الفكر وهي السرحان والشرود وقت الصلاه، لان احلى عمل روحي هو الصلاه، وعشان كده الشيطان يعمل ايه؟ يحاربك وقت الصلاه. ما تقلقيش، ارشمي الصليب وكملي صلاه، واقفي وقدمي توبه، قولي يا رب ابقى واقفه قدامك واسرح في حاجه غيرك، ابقى واقفه قدامك يا رب ومش حاسه بقيمتك ولا بمهابتك في الصلاه، وارجعي تاني حاولي تكلمي ربنا. يبقى لما هتكلمي ربنا وتعتذري له ترجعي لروح الصلاه. طب هل معنى كده مش هتسرحي تاني؟ الحقيقه لا، هتسرحي تاني وهتسرحي تالت وهتسرحي رابع وهتسرحي خامس، بس كل لما العقل بيتدرب انه يقف
ويراجع نفسه ويحاول يركز في اللي بيقوله ويقدم اعتذار لربنا، السرحان هيقل شوية شوية شوية. ربنا يديكي نعمة وتركزي بعمق اكتر في الصلاة. ربنا يديكي نعمة يا فيكتوريا. معانا نعمات، اتفضلي يا نعمات. سيسيري وتابانا، اهلا بيكي. انا سعيدة ان انا شفتك في التليفون. انا ليا اكتر من سنة بحاول ان انا اكلم قدسك. اهلا بيكي يا بنتي. جميلة جدا، بتريحني بامانة. اتفضلي يا بنتي، لو عندك سؤال اساليه. لو سمحتي يا سابينا، يعني انا بمسك الانجيل بقعد اقرا فيه لما اكون محتاجه حاجه من ربنا، واقعد كده اصلي واعيط في صلاتي، لكن بمجرد الموضوع لما بيتم وخلاص ما بعرفش ربنا تاني. يعني ببقى قاعده كده مش فاهمه اي حاجه. طب بصي يا بنتي، طبعا لما وانا اصلا ما بعرفش اقرا واكتب اولا، بس لما بمسك الانجيل بحس نفسي ان انا بعرف اقرا بيه فيه، يعني عشان من حضور القداسات وكده، فالواحد بيعرف يفك الخط شويه. لكن بصي، التفكير، تفكيري في الفلوس، تفكيري ان انا اعمل شقه، تفكيري في اي حاجه كده مضيعاني. بصي، ان الانسان يفكر ان يكون عنده شقه لو ما عندوش مش غلط، بس ما يخليش الفكره دي تستحوذ عليه وما يخليهاش تسيطر عليه، يعني بالبلد ما تخليهاش تسيطر عليه. طيب انا ما بعرفش دلوقتي اقرا الكتاب المقدس، لكن ممكن اسمع ابونا داود وهو بيفسر الكتاب المقدس وبيجي كل اسبوع، ممكن اسمع تفسير للكتاب المقدس. ده حتى في زمان يا بنتي، حتى لو العربي صعب عليكي، مره كده لقيت شرايط معموله عن الاربع اناجيل باللغه العاميه، اهو دي تخليك تخش في الانجيل شويه وتسمعي اللي قاله المسيح. ففي شرايط وفي وعظات وفي دلوقتي، يعني الانجيل بقى متاح على اكتر من وسيله. فدي نمره واحد، انت تقدري حتى لو بتفك الخط تقدري تسمعي الانجيل، دي نمره واحد، او تسمعيه في القنوات المسيحيه اللي بتفسر الكتاب المقدس، دي اول طريقه. نمره اتنين، انت قلت ان انا بصلي لربنا بدموع وبحرقه لما ببقى محتاجه حاجه من ربنا. الحقيقه ده حاجه كويسه، ومعظم الناس بيني وبينك لما بتكون مزنوقه بترجع لربنا، ودي حاجه مش وحشه، اهو احسن ما تروح لحد تاني. لكن الاحلى والاحلى ان العلاقه بتاعت ربنا تكون علاقه ابن بيحب ابوه، بيكلمه كل يوم، مش بيتكلمه عشان العشرة جنيه اللي عاوزها منه. فلما الانسان يكون بيحب ربنا وبيتكلم معاه كل يوم، ده احلى بكتير. بصي، مش مهم تكوني بتعرفي تقري ولا تكتبي. الاب انطونيوس كان اميا، كان يجهل القراءة وكان يجهل الكتابة، وصار الاب انطونيوس اب لكل الرهبان، لان كان قلبه مع ربنا وبيفكر في ربنا كتير. يبقى هجاوب ان بعض الافكار اللي انت بتفكر فيها مش غلط، طالما ان في امكانياتنا ان احنا نقدر نجيب شقة او ننقل شقة تانية، لكن ما ترهقنيش الفكرة دي، لان كده كده هنسيبها ولا مش هنسيبها؟ هنسيبها يا بنتي. يبقى خلينا نفكر في البيت ابو حق وحقيقي اللي ربنا عمله لنا، مش المقاول ولا المهندس. شوفي بقى البيت اللي عمله ربنا ده، اسرحي فيه بقى، يساوي ايه وشكله ايه وازاي هنبقى شايفين المسيح. مش عندنا شقة حاطين فيها صورة للمسيح، ده احنا هنشوف المسيح نفسه بالشكل دوت، هتبتدي نفسك تتفتح على الكلام مع ربنا. معانا ميري، اتفضلي يا ميري. سلام يا ابي، اهلا بيكي. نقبل الايادي يا اتصابونا. اتفضلي يا ميري. مريت بتجربة صعبة قاسية جدا يا اتصابونا، انتقال جوزي للسما الاسبوع اللي فات من 10 ايام. بقيت في حياتك يا بنتي؟ حياتك الباقية يا اتصابونا. مش عارفة اقول له قصتك، انا يعني كنت متألمة قد ايه ومرارة قد ايه، لان كانت فجأة كده. اسفه يا ابي وحللني، انتظرت تعزيه الاب الكاهن، مع العلم ان الكهنه كذا اكتر من كاهن عرفه. انتظرت التعزيه والصابونة ومحدش جالي ولا عزاني، فانا يعني محبطه قوي من الشعور اللي انا حسيت بيه ده، لان قلت الاب الكاهن هيجي يطبطب عليا ويعزيني، مش عشان معنى بقى ان الكورونا عامله الجو ده ان الاب الكاهن ما يجيش يفتقدني والصابونة في امر ظرف مريت بيه في حياتي. حتى لو ابونا، بص يا بنتي، في الايام اللي احنا فيها دي، الحقيقه الكاهن نفسه
ممكن يبقى مصدر للعدوى، لان الكاهن بيقابل ناس كتيرة قوي. فاحنا حتى يا بنتي منعين القداس ان انا اصلي حتى مع اتنين شمامسة، يعني احنا عندنا في الكنيسة ما بنصليش خالص، وكمان بصراحة احنا بنعزي الناس في الخارجة وبس، وممكن نتصل نطمن بيهم بالتليفون بعد يوم واتنين وتلاتة، لدرجة حتى احنا ما بنصليش التالت دلوقتي في البيوت. فاحنا في فترة بنحترم فيها الوضع علشان الوباء بدل ما ينتشر وتبقى ضحايا كتير، لان كده كده في نسبة وفيات بتوصل لستة وسبعة وثمانية في المية، فاحنا ليه نضحي بالناس؟ فالكاهن مشكلته انه حامل للعدوى، لانه كاهن شخصية اعتبارية بتقابل ناس كتيرة قوي. فابونا ده ممكن يخش بيت، مش بقولك انا خايف على ابونا، ده انا خايف على الناس من ابونا، انت واخد بالك؟ فيا بنتي الظرف صعب قوي، ممكن تعدي ابونا وتقول له انا كنت مستنية حتىك انك تكلمني يوم فيه ويوم ما فيش بالتليفون. لكن فعلا يا بنتي احنا موقفين الافتقاد، موقفين الاعترافات، موقفين اللقاءات خالص، يعني حتى الاعتراف واحد لواحد، اللي عاوز بالتليفون بنرد عليه، لكن اللي مش عاوز احنا الحقيقة ككهنة ما بننزلش دلوقتي لغاية بس ما نحترم النظام العام والدولة بتقول ايه، وان شاء الله هتفك قريب. ما تزعليش يا بنتي، بس الظرف فعلا مش مناسب، وفي الوقت نفسه ممكن تعدي ابونا بالتليفون. ناخد سؤال بيقول: سلام ونعمة، المسيح قام بالحقيقة، قام بعد تقبيل ايديك يعني بعد السلام. عندي سؤال، وهو كيف اتخلص من المناظر الوحشة والعادات الوحشة؟ انا كل ما بقوم بقع تاني، وبقالي سنين في الخطية ديت، ودايما اب اعتراف يعطيني رجاء وان بنعمة ربنا نغلب، ولم ييأس مني مرة واحدة، ودايما بيشجعني، وبالرغم ان انا شماس لكن انا بقع في المشكلة دي، وسمعت عظات كتير عن السقوط المتكرر والسريع، وبصلي كتير واحيانا بدموع، وبتخانق مع ربنا. كل ده حلو قوي اللي انت بتعمله، لازم ارجع واسقط، ارجو الصلاة دائما لاجل نقاوة قلبي، وارجو الرد على سؤالي، اشكر محبتكم. محتاج برضو يا حبيبي يكون في رجولة. يعني ايه في رجولة؟ انا عاوز اسأل سؤال، مادام انت عينك على واخدة كده، انت ليه ما تاخدش قرار حاسم؟ انا هجيب موبايل من ابو 200 او 300 جنيه ومش هخش عليه النت لمدة شهرين، هعيش هرد على التليفونات بس، الو الو انا موجود انا مش موجود. ليه يعني لازم يكون عندي واتساب واتعامل مع الناس ولازم يكون ايه المشكلة؟ ما هو خلاص نفسي اهم من اي حاجة، وبعدين احنا كنا عايشين طول عمرنا من غير موبايلات. هو المشكلة ان ابتدينا نحس ان احنا ما نقدرش نعيش من غير الميديا دي. بقت مهمة، بس الحقيقة لو الميديا دي هتجيب لي الكافية، لو الميديا دي هتفصلني عن المسيح، لو الميديا دي هتضيع لي هلاك نفسي، انا ممكن صدقوني اجيب اي جهاز ب 200 جنيه واشتغل بيه. ايه اللي هيحصل يعني؟ انا عندي نقطة ضعف ان طول ما علبة السجاير في جيبي ما بقدرش ابطلها، عندي نقطة ضعف ان طول علبة سجاير ما في بيتي مش قادر ابطلها، يبقى اول قرار السجاير ما تخشش جيبي، السجاير ما تخشش بيتي. وخلي بالك الآية بتقول لم تقاوموا بعد حتى الدم. انا موافق جدا ان اب اعترافك بيديك رجاء وبيديك قوة وبيقولك ايه اشتغل، وانا فرحان قوي بدموعك اللي انت بتبذلها امام الله، بس لسه في حتت انت ممكن تعملها. انا يا جماعة حاسس ان الادمان في جيبي معايا، الشريط اللي فيه حبوب الادمان في جيبي، اول قرار الانسان بيعمله بيقطع علبة السجاير ويرميها. ده مش تذكار الشر الملبس الموت، ده مصدر الشر الملبس الموت بقى في جيبي، ازاي احتفظ بيه؟ لا الحقيقة لازم اخد قرار. ربنا يديني ويديك يا حبيبي حياة التوبة. انا مش ببكتك ولا بوبخك، انا بالعكس بشجعك وبقولك انت تقدر، لكن لما يكون في سم جنبي في كوباية وانا عطشان، الشيطان يبدأ يغريني ان انا اشرب منها، يبقى الحل ان انا كوباها خالص في الشارع عشان اقطع الخط ده. سؤال بيقول: ايه العلامة او ايه الحكمة اللي ربنا بيحاول يوصلها لنا من خلال فيروس كورونا؟ انا بنتك من اسيوط،
بصي يا بنتي، احنا اتكلمنا بحاجه زي كده بالتفصيل، لكن انا هقول لك اجابه صغيره خالص. الرساله ربنا بيقول لنا حاجتين: انا بحبكم وعاوزكم تتوبوا. انا بحبكم وعاوزكم تتوبوا. واذا كانت الظروف صعبه فمن يصبر الى المنتهى فهذا يخلص، لان انا سامع كل صلواتكم وحاسس بيكم ومتالم لالمكم. عاوز اسال ابونا، انا كنت عايز اخد كلمه منفعه. انا شاب في العشرينات، كنت واقع في خطيات شبابيه، بجاهد، بس انا وصديقي نفسنا نبطل. هو شخصيه عنيده وبعيد عن ربنا، وكثير حاولت معاه وبصلي له، فعايز راي قدسك عن حلول ضروري. الاجابه اللي انا جبتها لاخوك اللي من شويه سال نفس سؤال مشابه، اعتبر الاجابه دي ليك. اوعى تيأس، اوعى تفقد رجائك في محبه المسيح. اعرف ان احنا بنتحارب في الجسد، لان فينا غريزه والشيطان بيقومها علينا ويستغلها، لكن لازم نجاهد بصرامه وبرجوله. لازم يكون في قرايه وفي حلاقه حلوه مع ربنا. مش هتقدر تبطل خطيه لوحدك، لان المسيح قال كده: بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. يلا شد حيلك. سؤال بيقول: كيف اعمل محبه بالرغم من ان الدنيا كلها ليس فيها اي محبه؟ هل لو الدنيا ما فيهاش خير ما نعملش خير؟ هل لو الدنيا كلها شر نعمل شر؟ هل لو الدنيا كلها كره لازم نكره؟ لا. امال يعني ايه هنكون ملح للارض؟ ويعني ايه هنكون نور للعالم؟ ممكن يكون الملح قليل في الطبخة، بس الملح هو اللي بيدي الطبخة كلها طعم. فأرجوكي أرجوكي امسكي في ربنا وقدمي محبة، وافتكري الآية اللي بتقول في كورنثوس الأولى الإصحاح 13 أن المحبة لا تسقط أبدا. المحبة لأن لازم نحب، لأن المسيح حبنا. طيب هو أنت كل يوم ما بتغلطيش؟ هل انت بتحبي المسيح قد ما بيحبك؟ الحقيقة لا، بس المسيح ما بطلش يحبك، ما بطلش يديك فرصة واثنين وثلاثة. فما دام المسيح مش مبطل يحبك ومش بطل يحب البشرية كلها بالرغم من كل الشر اللي في البشرية، فانت لازم تحبي ولازم تقدمي حب. بلاش ان نعمل زي ما الناس بتعمل فينا، دي مش بتاعتنا يا بنتي. حد سأل سؤال وأنا متهيألي جاوبته المرة اللي فاتت، بيقول: يا أبونا أنا من النوع اللي بلتزم لو اديتني قانون، فأنا عاوز أقدسك تديني قانون. أنا فاكر إن أنا جاوبت السؤال ده المرة اللي فاتت وقلت: بص الحقيقة أنا ما أقدرش أدي قانون لإنسان لا أعرف ظروفه ولا أعرف صحته ولا أعرف طاقته ولا أعرف قامته ولا أعرف أي حاجة. فرضا أنت قامتك حلوة وبتصلي خمس صلوات من الأجبية، فأنا اديتك قانون تلتزم بيه دلوقتي وقلت لك صلي باكر ونوم، يبقى أنا بقى نزلتك. فرضا أنت ما تقدرش إلا على باكر ونوم، وأنا قلت لك طب صلي باكر والتالتة وغروب ونوم. وممكن دي تتحارب بيها بحرب تفكل، تبطل صلاة الأجبية خالص. ممكن انت بتصلي ثلاث مزامير، لو انا قلت لك صلي 10 مزامير تتعب. فمين اللي يديلك قانون تلتزم بيه؟ أب اعترافك اللي عارف روحياتك ونفسيتك وظروفك وصحتك. ممكن اقول لك اعمل يا حبيبي 30 مطانية وانا مش عارف ان عندك ظروف. وممكن اقول لك لا لا، محدش يديلك قانون تلتزم بيه الا أب اعترافك اللي عارف ظروفك بالظبط. معانا سهير، اتفضلي يا سهير. ايوه يا ابونا. اتفضلي يا بنتي. انا يا ابونا مش متعلمه، وكنا نروح الكنيسه زي ما انت كنت عارف، ودلوقتي بطلنا نروح الكنيسه، فنسيت الصلاه خالص. ما بعرفش غير اصلي ابانا الذي بالليل قبل ما ننام. يا ابونا انا كل ما اروح اعترف اب اعترافي انسى كل الكلام اللي انا رايحه اقوله له، واطلع متضايقه وزعلانه تاني عشان بنسى الكلام. طيب ممكن اجاوبك بقى؟ اتفضل يا ابونا. بصي يا بنتي،
طالما انك انت ما بتعرفيش تقري ولا تكتبي ومش متعلمه زي ما انت قلتي، لو قلتي ابانا الذي من قلبك، وبعدين قلتي اشكرك يا رب، وشكرتي ربنا كل يوم على خمس حاجات، وقلتي له سامحني يا رب وارحمني يا رب على خمس حاجات، وبعدين انت حافظه من الكنيسه كلمه قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي، قوليها ثلاث مرات يا ستي، انت كده صليتي. المهم ان احنا نفتح قلبنا مع ربنا ونتكلم معاه طول النهار. يعني لو انت رايحه السوق عشان تجيبي طلبات، ارفعي عينك للمسيح وقولي له يا رب تكون معايا في المشوار ده، تحرسني وتحرس ولادي، ولادي دول امانه يا رب في رقبتك. اتكلمي بتلقائيه، اتكلمي ببساطه. طيب ما هو احنا اجداد اجدادنا مش كلهم كانوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا، يمكن احنا اتعلمنا وحفظنا في مدارس الاحد مزامير وبتاع، لكن يعني الانبا انطونيوس ما انا لسه قايل ما كانش بيعرف يقرا ويكتب، بس كان بيعرف يصلي. عارفه الصلاه عباره عن ايه؟ انك تفتحي قلبك وتقولي لربنا اللي انت عايزاه. اقول لك حاجه تعزيكي وتعزي اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. انا في يوم من الايام من اسبوع كده 10 ايام، واحد بعت لي كده فيلم لمده نص دقيقه، واحده ست كل يوم بتعدي على الكنيسه في بلدها وقاعده تعمل بايديها كده وتقول له يا رب افتح ابواب الكنيسه، يا رب افتح، في نخله كده وست كده غلبانه شكلها من الفلاحين ولا من الصعيد، وقاعده تتخانق مع ربنا وبتطلب منه ان يفتح الكنيسه تاني. عارفه يا بنتي انا قلت ايه؟ مش عارف صح حتى اقول لك الكلمتين دول ولا لا. قلت له يا رب اديني قلب الست دي ان اعرف اكلمك زي ما بتكلمك الست دي. ربنا بيقبل، ربنا بتوع البسطة. اوعي تفتكري عشان انت مش متعلمة انك ما تصليش. طب السؤال التاني بتاع الاعترافات تعمل ايه؟ تقولي لابونا بقى كده، تقول له يا ابويا انا باجي انسى كل حاجة، اسألني كده على كام ست خطايا وانا هقول لك انا بقع فيهم ولا ما بقعش فيهم، وابونا يقرا لك التحليل، هو يفكرك بالخطايا. ما تقلقيش، ربنا حنين وبيحبك ما دام انت بتعملي اللي عليكي وده اللي في امكانياتك. عمر ما ربنا هيطالبك بحاجة فوق إمكانياتك. معانا ميرفت، اتفضلي يا ميرفت. مساء الخير. أهلا بيك يا بنتي. سلام يا أبونا. اتفضلي اسألي سؤالك يا ميرفت. بص يا أبونا، أنا عندي استفسار يعني في الإنجيل. إنجيل يوحنا في 19:25 بيقول إن كانوا واقفين عند الصليب أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية، فمين هي أخت يعني أخت أمه؟ في التفسير مكتوب إن هي اللي هي تبقى مرات زبدي. سلومة؟ لا يا بنتي، لا لا مش سلومة. بص يا بنتي أنا أقول لك حاجة، هو كان في العهد القديم لما بيندروا بنت للهيكل بيبقى اسمها مريم. وبعدين في حاجة تاني، البنت اللي تانية برضو ممكن تسمى بنفس اسم الاولى علشان يبقى اسم مريم دوت اللي راحت لربنا بنصيب مريم متربط في الهيكل، ممكن يبقى لها اخت تاني اسمها مريم. فبصي بقى انا هقولك حاجة بسيطة، انا بشجع الشعب على حاجة، مادام الانسان بتعرف يقرأ ويكتب ليه بيسأل؟ واحنا عندنا النهارده كل كتب التفسير، انت لو دخلتي على السايت بتاع الانبا تاكله هتعرفي تجيبي تفسير انجيل يوحنا، لو دخلتي على الانترنت وتكتبي موسوعه ماري مرقص هتلاقي تفسير انجيل يوحنا، اكتبي ابونا تدرس يعقوب هتلاقي تفسير ابونا يوحنا انجيل يوحنا، اكتبي ابونا انطونيوس فكري هتلاقي تفسير ابونا يوحنا. انا دلوقتي بقيت كل الأسئلة اللي بتيجي في الإنجيل بقول اللي قدامي، أنت تعرف تقرأ ولا ما تعرفش تقرأ؟ يقول لي بعرف أقرأ. قلت له طيب ليه ما تقدرش تخش وتدور بنفسك؟ يا جماعة إحنا بقينا نستسهل إن إحنا نسأل في أمور نقدر نطلع بيها لوحدينا. النهاردة الكتاب المقدس كله متفسر، ومع هذا سهل قوي، سواء كتب مكتوبة، ده الكنايس فيها كتب للاستعارة وفيها كتب للبيع والإنترنت فيه كل حاجة، معايا ولا مش معايا؟ فأرجوكوا يعني اللي نقدر نوصله من معلومات كتابية هنقدر نوصله من التفسير بتاع الكتاب المقدس. فأرجوك يا بنتي اسعي وتلاقي الحل، وهتلاقي التفسير بسيط جدا. معانا ماريا.
سلام ونعمة يا أبونا. أهلا بيك يا ماريا. أهلا بحضرتك يا أبونا. أنا ثالثة ثانوي أسمى السنة. الحمد لله ربنا فرحني السنة اللي فاتت وجبت درجة كويسة. بصلي لربنا لما بكون محتاجة بس إن ربنا يشجعني ويديني قوة، بس بعد كده بنسى كل حاجة. المشكلة إن أنا السنة دي برضو دي تاني سنة ليا، فأنا خايفة جدا ومتوترة من الامتحانات وخايفة حلمي يضيع، ولما بدخل الامتحان بلاقي سؤال صعب بنسى كل حاجة، يعني ممكن سؤال سهل ممكن أنساه بسهولة، فمحتاجة من قصتك نصيحة تشجعني. النصيحة يا بنتي حاجتين، الحاجة الأولانية الهدوء، لأن الهدوء التوتر والقلق خليكي تنسي حاجات بسيطة قوي أنت حافظاها. يبقى نمرة واحد إيه؟ الهدوء الهدوء الهدوء. نمرة اتنين، تقري الأسئلة مرة واحدة وابتدي دايما بأسهل أسئلة لأن دي هتجيب مجموع، وبعدين هيتبقى السؤال اللي انت ناسيه فيه جزء او شايفاه انه صعب شويه اجليه للاخر. لكن لو انت ابتديتي وركزتي فيه وتوترتي هتنسي حتى السهل. فارجوكي الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء. نمره اتنين، انك انت تبتدي بالاسئله السهله ثم الاصعب ثم الاكثر صعوبه تخليها للاخر خالص. لان انت لو ابتديتي بحاجه وربكتك ونسيتيها هتقول يا نهار ابيض، يبقى مش هجيب المجموع بتاعي، مش هجيب الحلم بتاعي، الكليه بتطير، انا هضيع، فتبص تلاقي نفسك بقيت الامتحان لخبطت فيه كله. ربنا يديكي نعمه وما تقلقيش، وانا عارف ان تاجيل الامتحانات ديت ارهق ولادنا كتير قوي في الثانويه العامه، ثقي ان ربنا هيتحنن ويتمجد معاك يا بنتي. معانا حنان، اتفضلي يا حنان. اقبل ايادي يا قدس ابونا. اهلا بيكي. اقبل ايديك يا قدس ابونا. اتفضلي يا بنتي. كبيرة. انا خدت بركه كبيره ان قدسك كلمتني. اتفضلي يا بنتي. ليا سؤالي بس يا قدس ابونا عشان ولادي. ليه دايما ولادي هم بيحبوا ربنا جدا جدا وبيصلوا كتير جدا ودايما بيندهوله وبيلاقوا ده فعلا، بس ليه دايما باستمرار بيحلموا احلام غريبه جدا ان هم يحلموا بتعبين جاية تقرصهم، بس هم بيتقووا عليها لأن بيندهوا المرجرجس وبيندهوا للعذراء وبيلاقوهم بالفعل بيجوا بجد وبيشوفوهم حقيقي. أعمارهم قد إيه ولادك؟ أعمارهم قد إيه؟ معايا واحدة في الكلية ومعايا واحدة تاني في ثانوي وتالتة إعدادي وتالتة ابتدائي. طيب هل ممكن ان احنا نقول لهم ما تفكروش في الموضوع ده، وقبل ما تناموا ما تنسوش الوعد الالهي ان الذين معنا اكثر من الذين علينا، او ان كان الرب معنا فمن يكون علينا، او القصة بتاعت إليشع وجحزي لما طلب من ربنا انه يفتح عيني الغلام فيرى صفوف عشرات الالوف من الملائكة تحارب عنا، وانت بتقولي ان هما بينادوا ماري جرجس وبينادوا القديسين وبيجوا ويساعدوا يعني بصي ما نكبرش الموضوع وما تساليش هما ليه بيحلموا، انت تجاهلي الموضوع، قول لهم بصوا ما تفكروش الموضوع ده، الموضوع ده هيروح لوحده طول ما انتوا بتصلوا وطول ما انتوا ماسكين في ربنا، ولا تفكروا في المواضيع دي. في مواضيع كل ما نفكر فيها تزيد، كل ما نفكر فيها تزيد. احسن حاجه يا بنتي التجاهل تماما ونبقى ماسكين في ربنا وخلاص. ناخد كام سؤال من الاسئله اللي موجوده برضو لان هي عددها كبير. سلام يا ابونا، ما هو راي قدسك ان زوجي واخوه اشتروا محل شرك وكتبوا العقد باسم اخوه فقط مع ان الاثنين دافعين المبلغ ثمن الدكان بالنص، والكلام ده بقاله حوالي 13 سنه، وبعدين اشتروا دكان تاني من حوالي سنه هما الاثنين برضو ودفعوا النص بالنص وكتب العقد باسم اخوه برضو، وكل ما اكلمه عشان يغير العقد ويكتب فيه كلمة مناصفة ما يرضاش ويقول لي مالكيش دعوة، دي حاجتي انا واخويا احنا حرين فيها وما تتدخليش. اقول له ده مالي ومال عيالي وده حقهم. بيقول لي انا واخويا واحد، وبعدين اشترينا منه شقة ولغاية دلوقتي بقالها 18 سنة وما سجلهاش ولا كتب عقد
واخوه طبعا ممكن يرجع في كلامه في اي وقت. وهو ده اللي حصل لما حاولنا نكتب عقد للشقه، قال لاخوه لا انا بايع لك حيطان بس لكن الارضيه كلها بتاعتي، ايه الحل في جوزي وهو مش مقتنع انه لازم يكتب عقد بكل حاجه، وان انا ليا حق اني اتكلم واطالبه انه يضمن حق عياله في حاجته اللي عند اخوه. وشكرا لقدسك. انا الحقيقة يا بنتي متعجب ليه زوجك عامل كده، مهما كان هيبقى في ورثة، هيبقى في ولاد عم ولاد عم، وممكن ولاد عم يقولوا لولادك انتوا مالكمش حاجة عندنا. الحقيقة الحق ما يزعلش، وانا يمكن مش لايم كمان جوزك قوي لو على سذاجته او طيبته، انا لايم اخوه اللي قابل كده. يعني اخوه ده المفروض يقول له لا يا اخويا، محدش عارف امتى الحياة وامتى الموت، وانا ما اقبلش ان الحاجة تتكتب باسم وانت ليك نسل، لا يا اخويا ده انا لازم الحاجة تتكتب بيني وبينك. فانا شايف ان في غلط هنا الحقيقة من الناحيتين. الموضوع حساس، هو بيقولك مالكيش دعوة دي حاجة بيني وبين اخويا، وانا مش عارف هل الاصل كان اصل مال اخوه ولا انا مش عارف اصل المال ايه، فانا في حاجات مش عارفها. لكن الحقيقة انت من حيث الحق بتاع العالم ومن حيث الحقوق العالمية انت معاكي حق ان لازم كل الحقوق تكون مكتوبة، لان محدش ضامن حاجة. ممكن الاخ ده يموت وولاده ينكري على اولادك حقوقهم، فلازم يكون هو، يعني انا مش متخيل ان في حد بالبساطة دي بالشكل ده، الا اذا كانت في حاجات انا مش عارفها وفي المقابل في حاجات مكتوبة باسم جوزك ويمكن هو مش قايلك، انا مش عارف. لكن لو الكلام زي انت بتقولي الكلام فعلا غريب شوية، ومش عارف بقى اذا كنت تدخلي اي حد يسأله حتى يستفسر منه ليه بيعمل كده، او يجيب حد يشهد، او يجيب حد يكلم اخوه يقول له انت ازاي تقبل ان كل حاجة تكون باسمك وما تكتبش لاولاد اخوك حقهم. محتاجة حد يتدخل، انا مش عارف ازاي، لكن برضو اللي انت بتقوليه ده موقف فعلا معك حق فيه مش مريح. يا ابونا انا لا عارف اعترف ولا اتكلم ولا اسامح اقرب الناس ليا، احساس بيموتني تايهة ومدمرة نفسيا، معرفش اعمل ايه حاجة في حياتي، اتوسل ليك يا ابونا رد عليا يمكن في فايدة في نفسي. طبعا طول ما انت عايشة وطول ما في نفس خارج وداخل في فايدة فيكي وفي فايدة في كل حاجة. هي المشكلة مش في دي، المشكلة انك انت يمكن ما بتعمليش اللي عليك كفاية. انا عاوزك تقري كتاب قداسة البابا عن سلسلة المحبة، محبة وكمان كتاب المتنيح الانبا يؤنس اسقف الغربية الجزء الثالث من كتاب بستان الروح اللي هو باب المحبة. لما هننمو في محبتنا لربنا لازم هنسامح ولازم هننسى ولازم هنغفر، لكن طول ما انت قافله قلبك كده عن المغفرة الحقيقة انت معاك حق ان تقولي ان ده احساس بيموتني. لازم نعرف نسامح، لازم نحاول، لازم نتخانق مع نفسنا ونتخانق مع ربنا انه يغير قلبنا، ولازم ناخد تدريب من ابونا في الاعتراف علشان ازاي اصفي قلبي، لان انا لو ما سامحتش حكمت على نفسي. انت عارفة خطورة انك ما تسامحيش ايه؟ ان ربنا قال زي ما بتعاملوا الناس انا هعاملكم، فطول ما انت مش قادرة تسامحي هو كمان مش هيسامحك. فارجوك يا بنتي ارجوكي الحقيقة، يعني انا شايف ان لازم يكون في جهاد اكتر من كده في حكاية المغفرة. سؤال متهيألي جاوبته المرة اللي فاتت بس برضو هجاوبه، أو يعني مش عارف ليه جه تاني. نقابل أدي أبي، أختي عملت توكيل لماما من 13 سنة وأنا أخواتي لم يكن لدينا علم بذلك، وأول ما سألتها قالت ماما طلبت مني كده، وإحنا متأكدين إن ماما ما طلبتش منها كده. المشكلة إن ماما ابتدت تنسى، وماما كانت عاملة وديعة باسمها وهي ابتدت تتحكم في الفلوس. المهم خلاصة الكلام بعد ما بتحكي المشكلة كبيرة بتقول كده، ان انا رحت مرة اقبض المعاش بالتوكيل، اكتشفت ان اختي لغت التوكيل وعملت توكيل تاني بقبض المعاش، وبلغت ان الكارت مفقود، واتحرضت الموقف صعب قوي كان ممكن اتحبس فيه. اب اعترافي
وابونا امين خدمتي، هما الاثنين طلبوا مني ابتعدي واتركي ليهم ماما يفعلوا فيها كما يشاء، ولكن ماما عايزه متابعه على طول وانا اقرب ليها سكنا. وطبعا انا واخواتي لا نلوم ماما، لان اكيد ماما ما عندهاش معرفه باللي حصل من اختي. بص يا بنتي ما ترهقيش نفسك، اسمعي كلام الاباء الكهنه اللي قاله لك، وفي الوقت نفسه ممكن جدا تبقى زيارتك لماما هي زياره للاطمئنان وتتميم الوصيه، مالكيش دعوه بكل الامور الماديه، مالكيش دعوه بالتوكيل اللي عملته، مالكيش دعوه حتى لو انت بتتهمي اختك بالطمع، في ربنا شايف كل حاجه. لكن انا احط صوتي لاصوات الاباء الكهنه، ابونا اللي هو امين خدمتك وابونا اللي هو اب اعترافك، ان مالكيش دعوه خالص، انت مالكيش اي مسؤوليه في اللي بيحصل، لكن انت تتمم الوصيه انك انت تزوري ماما وتسالي عليها. وقتنا خلص، واتمنى ان احنا نكون جاوبنا اكبر قدر من الاسئله النهارده. ربنا يديكم نعمه ومعونه، ونتقابل على خير، لالهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد امين.